اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي EDUTECH بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. يهدف المعرض لتعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية. بشعار اصنع مستقبلك اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي EDUTECH بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. عرفنا ولادنا واولياء امورهم اللي مهتمين اللي بيفكروا في التعليم الفني ان لا مش لازم تروح الجامعة، لكن تقدر تشوف انت بتحب ايه والحاجة اللي انت عندك المهارة بتاعتها تقدر تتعلمها وتنمو وتحقق مستقبل باهر ان شاء الله. النقطة الثانية هي ان طيب افرض انت بقى دخلت تعليم فني لكن عاوز تكمل برضو في التعليم الجامعي. طب احنا دلوقتي بنقول تعليم في مدارس فنية تطبيقية، في مسارات تعليم فني مختلفة في مصر، التعليم الفني المزدوج، في شراكات دولية مع العالم زي ما حضرتك شايف كل بلاد العالم تقريبا موجودة والشركاء الدوليين موجودين معانا. احنا ابدأ وجودها في هذا المعرض الملتقى بنسخته الثالثة، احنا المعرض ده بيتنفذ تحت رعاية ابدأ، وده ان دل على شيء يدل على مدى ايمان ابدأ واهتمامها بالعنصر البشري واهميته في تطوير الصناعة. العنصر البشري يعتبر هو الركيزة الأساسية اللي احنا نقدر نبني عليها نظام صناعي ومن ثم نظام اقتصادي قوي في مصر إن شاء الله. في إطار جهود مبادرة إبدأ يأتي المعرض والمنتدى لتعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية. إن الوزارة العمل أطلقت مشروع مهني 2030 وهو خاص بتطوير منظومة التدريب المهني على مستوى الدولة بكل عناصرها، قياس المهارة، الحقائب التدريبية، المدرب، المتدرب، مراكز التدريب، الأدوات، الجدارات بتاعة المهنة، تصنيف المهن، كل ده بالكامل اشتغلنا فيه بمنظومة إلكترونية بتشمل كل الكلام ده، بحيث أن التعامل مع تراخيص مراكز التدريب يتم إلكتروني، البورتفوليو بتاع المتدرب موجود إلكتروني، الأعمال بتاعة المتدربين وقياس مهارتهم كلها برضو موجودة إلكتروني. وكان الهدف من ده أن احنا نعمل إعادة إحياء لبراند العامل المصري. إحنا نعتبر الجسر ما بين المجتمع الأكاديمي متمثل في مدارس التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، وفي نفس الوقت مجتمع الصناعة أو مجتمع رجال الأعمال. إحنا دايماً بنبقى الجسر ما بين المجتمع الصناعي والمجتمع الأكاديمي. على مدار ال 14 سنة اللي فاتوا قدرنا أن إحنا نصدر ل 22 دولة، علشان احنا بنركز جدا جدا لرفع الصادرات. قدرنا نعمل صناعة وطنية بتنافس الصناعة الأجنبية، قدرنا ندرب طلبة كتير جدا جدا جدا، مركزين جدا الفترة اللي جاية على التخصصات الجديدة اللي عليها الترند زي الطاقة الجديدة والمتجددة، زي الأوتوترونكس، زي الذكاء الاصطناعي. إنما أهم ما يميز المؤتمر إن هو توجه ناحية التعليم التكنولوجي فعلا، وده كلام كل الناس المتخصصة. ويعني ايه تعليم تكنولوجي ويعني ايه خلق الفني؟ احنا عايزين فني متخصص في كل حاجه من انواع الصناعه المختلفه. ناقشنا حاجات كتير جدا، ناقشنا النظره المجتمعيه لخريج التعليم الفني، ناقشنا الباث ويز اللي تتفتح لخريج التعليم الفني انه ازاي يكمل في جامعات تكنولوجيه او جامعات حكوميه، ناقشنا احتياجات سوق العمل بالتعليم الفني، فلازم يحصل ربط بين الصناعه وبين التعليم الفني عشان يخرج منتج بيتهافت عليه الصناعه، فكل دي موضوعات حيويه جدا بتناقش في سوق العمل وفي خلال المؤتمر ده. المنتدى يتضمن العديد من الجلسات والورش النقاشية بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب بمختلف دول العالم.